طبعا احنا بنفتح كل يعني بنستقبل كل المشروعات من كل انواع المشروعات. يعني يفضل المشروعات اللي بتخدم تحقيق رؤيه مصر 2030. يعني يهمني اقول لحضرتك في النقطه دي ان احنا يعني السنه الماضيه يعني خلال العام 2021 كان عندنا يعني 3 محطات مهمه جدا. تم ادراج المشروع ده على منصات الامم المتحده كواحد من افضل الممارسات على مستوى العالم اللي بتحقق اهداف التنميه المستدامه. تم يعني الحصول على جائزه افضل مشروع في العالم العربي بيستخدم التكنولوجيا في خدمه المجتمع، وكمان حصلنا على جائزه كمان افضل مشروع في الدول العربيه مستدام. فبالتالي احنا دايما نصب اعيننا رؤيه مصر 2030، اهداف التنميه المستدامه، والاصلاحات الهيكليه، الخطه اللي مصر حطاها عشان التطور الاقتصادي في المرحله القادمه. يعني احنا دلوقتي اخر اصلاحات هيكليه تم يعني تبنيها من الدوله مركزه على 3 قطاعات: تكنولوجيا المعلومات والزراعه والصناعه. فالان احنا بنشجع اكثر المشروعات المبتكره القائمه واللي بتخدم هذه ال3 قطاعات. وقبل كده حسب توجه الدوله طبعا بنفضل متماشيين مع احنا الرؤيه كمان عشان يعني انا نوحد كمان الجهود. لاحظت انه لا في توجه لمساعده الشركات الناشئه التكنولوجيه، لانه طبعا دي بتخدم اهداف التنميه المستدامه زي ما حضرتك كنت بتقولي. طبعا هي اغلب المشروعات الناشئه بتستخدم التكنولوجيا، يعني هو ده عنصر اساسي في المشروعات الناشئه، لان احنا بنتكلم على مشروعات خارج الصندوق، مشروعات مختلفه، فكر مش الاعتيادي ومش التقليدي زي ما حضرتك تفضلتي من شويه وحضرتك بتقدمي، الفكر مش تقليدي، فدائما الفكر الغير التقليدي بيبقى معتمد في جزء كبير منه على التكنولوجيا وعلى شكل مبتكر مختلف. فزي ما قلت لحضرتك احنا ده محور التعليم. كمان عندنا 10 حاضنات اعمال، 2 منهم مختصين في الذكاء الاصطناعي، وحاضنه مختصه في مجال السياحه، وحاضنه النهارده اطلقناها في منتدى شباب العالم، الحاضنه المصريه الافريقيه. احنا بنقدم يعني فرص احتضان للشباب العربي والشباب الافريقي عشان يقدروا يحولوا المشروعات بتاعتهم من افكار والله الى انا ببقى مشروعات سعيده حقيقيه على جدا يا الارض. دكتور ان انا بسمع انه كمان في اهتمام بالدول الافريقيه، يعني في الحقيقه القاسم المشترك في كل الجلسات هي افريقيا، ودايما بيكون في حضور كمان متميز للقاره الافريقيه ويعني ابناء الدول الافريقيه بشكل عام.